كما ندد ناشطون بهذه الجريمة الإرهابية وطالبوا المجتمع الدولي بالوقوف إلى جانب أطفال مأرب ومحاسبة قيادة الميليشيا الحوثية على جرائمها المستمرة بحق المدنيين. نعم، ومن جهته استنكر مدير مكتب حقوق الإنسان بمحافظة مأرب عبد ربه جديع الجرائم الإرهابية المتواصلة التي ترتكبها ميليشيا الحوثي الإنقلابية بحق المدنيين والنازحين في محافظة مأرب بشكل متعمد وممنهج. أن أمريكا وإسرائيل اختبأتا في عيون الطفلة ليان كي يقوم الحثالة بحرقها، كيف تريدون من أبناء اليمن أن يعيشوا إذا كانت هذه طفولتهم؟ من نرثي وإلى متى؟ والعقول الجاهلة تتمسك بجهلها، فليفتح أحدكم الخارطة ويري زعيم التعفن أن أرض سبا لم تكن ولن تكن لا أمريكا ولا إسرائيل ولا حتى القدس، سيفتح ماذا؟ في كل يوم تطرب آذاننا صوت صاروخ يتبعه صراخ الفزع ودموع الحزن والرحيل. تبا لكم يا أوجه النفاق، تبا لكم يا أوجه النفاق، تبا لكم لما كذبته أيديكم. اليوم تنطلق المسيرة الشعبية والتشييع الجماهيري لنقول للعالم أجمع أوقفوا إجرام الحوثيين الذين يجرمون بحق الطفولة وبحق المدنيين والأبرياء، يحرقونهم وهم أحياء. نطالب المجتمع الدولي الوقوف بحزم أمام هذه الجرائم وأمام هذه الانتهاكات التي ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية. هذا اليوم يوم تشييع الطفل ليان، تشييع شعبي جماهيري يظهر للرأي العالمي جرائم الحوثي الإرهابية أحرق الطفل ليان، وهذا تشييع شعبي الهدف منه إظهار للرأي العام ليقف ميليشيات الحوثي لتقف عند حدها. نشد المجتمع الدولي والأمم المتحدة بأن يكون هذا الجريمة آخر جريمة للحوثي.